يعني شكلي شكل مختلف عن الحاجات اللي قدمتها ممكن في رمضان في مسلسل أجهر. انا الدراع اليمين للاستاذ محمود حميده في مش عايز احرق بقى. انا هتفاجئ زيكم. انا وانا بس بتفاجئ والله، يعني والله بتفاجئ من الناس هتشوفني ازاي. انا اجتهدت وتعبت وذاكرت وعملت تفاصيلي، في الاخر انا عملت اللي عليا، الباقي بقى ان المخرج مطلعني عامل ازاي، الفيلم حددته عامله ازاي، الموضوع هيبقى عامل ازاي، ورد فعل الناس هيبقى عامل ازاي. احنا ككرو عملنا اللي علينا. يا رب يا رب ان شاء الله الفيلم يكسر الدنيا ويستقطب كل الفئات العمريه وتدخل الفيلم وينجح نجاح اكبر من جعفر العمدة. تحفه. انا كنت بحب رمضان على المستوى الفني، كان هو جيلي وان هو شاطر وانا بحب الشطار وان هو مجتهد وبحب شغله جدا، وانا بحب النوعيه دي يعني. لما اشتغلت معاه بقى اكتشفت فيه يعني لا انسان جميل جدا، تلقائي، دمه خفيف وانا بحب الناس اللي دمها خفيف، ف ورجولة، حبيته يعني على المستوى الشخصي، يعني اكتسبته كأخ وصديق. ظهري لحد دلوقتي واجعني لان انا عملت الاكشن بنفسي، يعني عملت مشاهد الاكشن ما استعناش بدوبلير، ورمضان بيضرب كتير فقعدنا لا اكيد مش ضرب حقيقي، بس هو الاكشن بيبقى يعني في يعني انا مش عايز احرق، بس في حاجات بتتعمل ممكن يبقى فيها ريسك، ممكن تخبطي في حاجه حتى مهما تكوني متامنه. فالحمد لله وانا بعمل الحاجات بضمير قوي ده مادة أوي مع الشخصية. في رمضان ده شاركت مسلسلين، مسلسل ده عشر العمدة اللي هو مع محمد رمضان، شايف ده يعتبر التعاون التاني بعد الفيلم كان عامل ازاي؟ لا ما هو ده جعفر العمدة هو الأولاني، فكان عامل ازاي؟ كنت شايف ان انت تكرر التجربة تاني وتالت وعاشر وخمسمائة مرة مع رمضان. أنا اللي أحبه أحب أشتغل معاه، اللي مش أحبه بس على المستوى الشخصي، اللي أحب كواليسه، اللي أحب خوفه على شغله، اللي أحب إن إحنا نبقى كلنا بنفكر في العمل مش بنفكر في نفسنا وبس، أو بنبقى عايزين نعمل حاجة تانية غير إن عايزين العمل ده هو هدفنا إن هو يكسر الدنيا وإن الناس تبقى حباه. فلا أقررها مرة واثنين وثلاثة وأربعة. انا مبسوط جدا بمسلسل الاجهر، انا شغال في مسلسلات كبيره ناجحه يعني بمعنى ان هي ناجحه. مسلسل الاجهر مبسوط بتعاوني مع عمرو سعد جدا، مخلص جدا لشغله، مع استاذ ياسر سامي اول مره اشتغل معاه، ان شخصيه بيشه علمت مع الناس، الناس بتردد الافيهات بتاعتها، الناس تقعد تقول ايه مديحه، رجع الشاشات لمديحه مش عارفه. فالحمد لله ان المسلسل ناجح بالشكل ده. كل ماده بتفرق الجمهور باداء احلى من الاول. انت في الفتره اللي فاتت اشتغلت على نفسك اكتر واكتر، كنت متوقع ان الناس والجمهور يحبك بالشكل ده ولا؟ الحمد لله انا مش عايز اثني على نفسي، بس انا بشوف حب من الناس كتير الحمد لله طول الوقت. بتحس ان الناس بتاخدك قصه من الشارع ولا من اغاني الجمهور على السوشيال ميديا؟ من الاثنين، والاثنين الحمد لله بيقولوا كلام حلو جدا. ليه يا عم انا كنت هشربها؟ شكرا. فيلم هارلي ان شاء الله نتفرج عليه وبعدين هروح دهب بقى اريح شويه.